بس بس ما حصل بالراحه بالراحه انا غير ما هو هينزل هو هينزل مصطفى بس يا جماعه بس قال لازم مصطفى يا جماعه ما ينفعش كده يا جماعه ما ينفعش كده يا شباب نخش الجامعه بقى من العزيه يا جماعه يا جماعه كده خالص يا جماعه يا شباب خش بيه يعني هم مش عارفوش هي شركه عشان احنا خلي بقى احنا بقالنا 3 ايام في اللي بيحصل ده المفروض كان حد ركب معاه يقول له تتحرك يلا لحضرتك سواء دخل يمين بس بعد اللوكيشن بتاع الموبايلات يا جماعه